هم كاملة. الزاد حسين مترف، هل يستحق أرسنال الفوز بهذه المباراة؟ ولماذا خسر مانشستر؟ هل هي الأخطاء الساذجة أم هي خطة المدرب؟ يستحق محمد، يستحق الفوز فريق أرسنال، لأن نشوفوا الطريقة اللي لعب بها، يعني لعب كانت عنده نوعا ما من الأفضلية. شفنا مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة راهو يمر بفترة جد زاهية. هذا أول، يعني هذه أول خسارة بالنسبة لمانشستر يونايتد، فاز في 10 مقابلات قبل هذه المباراة. نشوفوا هنايا يعني فريق أرسنال قام بكل شيء يعني في هذه المباراة. نشوفوا تألق عدة لاعبين اللي كنا تكلمنا عليهم، مع أني يا محمد نشوف بلي الفوز تاع أرسنال ما عجبنيش، يعني فوز جاء بصعوبة كبيرة، جاء يعني صحب الضغط على الفريق مانشستر وين ارتكبوا عدة أخطاء مدافعي فريق مانشستر. نشوفوا التألق دائما يعني من هذا اللاعب بوكايو ساكا، ونشوفوا سجل هدف جميل، يعني الهدف الثاني، لاعب اللي تكلمنا عليه هنا. لكن ادوارد نكيتيا هو رجل المباراة، لاعب الشاب نكيتيا وبوكايو ساكا هما اللاعبين اللي داو النقطة. صح نكيتيا هو الأول، لكن يجي وراء بوكايو ساكا اللي قدم مباراة جد كبيرة. نشوف باللي وش حنقول لك محمد، أرسنال بالروندمون تاعهم اليوم نقدر نقول لك الامور راح تصعب عليهم مع مرور الوقت. نعم، نكيتيا ارقام مرعبه مع نادي ارسنال رغم انه لا يلعب كثيرا، رب ضاره نافعه. المدرب ارتيتا صار يعتمد عليه بعد اصابه جيسوس. امين، حدثنا عن هذا اللاعب الذي سجل 4 اهداف لحد الان. سجل 4 اهداف هذا الموسم. نعم. نكيتيا هو حسب رايي اكتشاف الموسم في الدوري الانجليزي، لانه كما اسلفت الذكر لاعب لم يكن مراقبا، لم يكن محط انظار لا وسائل الاعلام ولا الجماهير. فجاه بعد اصابه جابرييل خيسوس تحول وانقلبت ظروفه راسا على عقب ليظهر لنا مشروع مهاجم قوي جدا في الدوري الانجليزي، فعال جدا بالامس امام مانشستر يونايتد في مباراه قويه جدا وامام منافس من العيار الثقيل ينجح في البصم على ثنائيه. لاعب يواصل التألق دائما، سجل 19 هدفا في آخر 26 مباراة شارك فيها كأساسي، وهذا رقم جيد جدا بالنسبة للاعب كما قلت لا يلعب كثيرا. لذلك أعتقد أنه واحد من أهم أوراق أرتيتا، واحد من الهدايا التي تلقاها أرتيتا في هذا الموسم الجديد. نعم. بعد إصابة جيسوس. نعم. نعم. هجوم شاب لنادي أرسنال، نتحدث عن بوكايو ساكا 21 سنة، نكيتيا 23 سنة، ومارتينيلي 21 سنة، إذا مستقبل كبير ينتظر هجوم أرسنال. في وسط الميدان الدفاع أيضا صاليبا، جابرييل، بن وايت اليوم للمباراة هذه كان مرجاني بن بعد شيء. لو نعودوا للمباراة على المجمل تعطيني شوية وقت فقط. تفضل. المباراة تقريبا كانت الند للند في أول نصف ساعة، هدف راشفورد، هدف التعادل من جانب أرسنال. بعدها مشات المباراة في ربما في رتم أنه أرسنال دفع مانشستر يونايتد للعودة للخلف والانتظار واللعب على الهجمات المعاكسة بالاعتماد على سرعة راشفورد. لكن مع مرور الوقت في الشوط الثاني أعتقد بأنه ما قلب المباراة هو تغييرات أرتيتا، خروج بان وايت، دخول تومياسو الياباني الجاري اليمنى كظهير أيمن، غير تماما من شكل أرسنال الهجومي، شكل جبهة قوية رفقة بوكايو ساكا، والدليل أن الهدف الثاني جاء عن طريق بوكايو ساكا، وكانت كرة أيضا لبوكايو ساكا اللي شاهد المباراة، كرة بوكايو ساكا الثانية كاد يكون الهدف الثالث 3-1 قبل هدف التعادل، كرة اصطدمت بالقائم، كان الدخية بقى يشاهد فقط في الكرة وهي تروح للقائم، دخول تومياسو، أيضا دخول تروسارد كان تقريبا فعال. نعم. رغم انه اول مباراه لتروسارد مع نادي ارسنال جاب اضافه كبيره مكان مارتينيلي، والدليل الهدف الثاني اللي جاء بعد انطلاقه تروسارد لعبوها على الجهه اليمنى، توزيع زيشانكو، تمريره لاوديغارد، تمريره عمياء تقريبا ما شاهدهاش لما مر الكره، بوكايو ساكا في المكان المناسب سجل. لذلك في هذه المباراه ما نقدروش نلومه ما نقدروش نلومه المدرب الهولندي إريك تين هاغ، لانه مانشستر ما كانش ضعيف، وقف ند للند في مباراه كان اوقات قوه واوقات ضعف، لازم تستغل لي طون فور ديالك. مانشستر يونايتد اعتقد بانه كان فعال، ما كانش عنده فرص كثيره، سجل الهدف الاول. نعم. من تسديده راشفورد، لكن إيريك بعد الهدف الثاني كان في قمه الغضب في نهايه المباراه، ميشيل مارتينيز، وقال باننا خسرنا باخطاء ساذجه، القى اللوم على لاعبيه ميدو، وقال باني ساتحدث معهم في هذا الامر.
هل تعتقد بأنه سذاجة لاعبي المانيو وارتكابهم لأخطاء بدائية هو سبب الخسارة؟ لا، ارتكبوا أخطاء، لكن مانشستر يونايتد أمس كان يفتقد للاعب ربما يعطي الاتزان، يعرف وقتاش يطلع الريتم، وقتاش يحتفظ بالكره باش يعني لاعب خبره اللي هو كازيميرو. غياب كازيميرو اعتقد بانه كان مؤثر بالنسبه لنادي مانشستر يونايتد. كازيميرو لما يكون في ارضيه الميدان عمل كبير وشخصيه قياديه، شفناه في المباريات السابقه. ما تنساش مانشستر يونايتد فاز بثمان مباريات متتاليه وتعادل مع كريستال بالاس وخسر مع ارسنال. لذلك أنصار مانشستر عليهم أن يصبروا على تين هاغ، لأنه بوادر بناء فريق يعود للمنافسة مثل ما فعل أرسنال مع أرتيتا. نعم، حسين مترف في الكواليس قلت لي رغم فارق الخمس نقاط الذي يتقدم به أرسنال على أقرب ملاحقه مانشستر سيتي، ورغم الفوز على مانشستر يونايتد، ورغم هذا الأداء المستمر والثابت والمبهر، إلا أنك لا تثق في أرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لماذا؟ لأن كل شيء واضح محمد، نشوفوا التعداد، يعني كل شيء خاصة في البطولة الإنجليزية. البطولة الإنجليزية دائما ما يعتمدوا على كثرة المباريات، وكثرة المباريات يتطلب دائما يكون عندك تعداد فاري. وين شفت المباراة يعني ضد مانشستر يونايتد كما كان قادر مانشستر يفوز، كما كان قادر أرسنال يفوز. نشوفوا بلي الغلطة اللي داروها يعني، لكن الجميع سعيد بأرسنال وبما يقدمه أرتيتا، طبيعة الحال، وسعيد باللاعبين الشباب. إلا أنت حسين لا تعتقد بأنهم سيفوزون باللقب؟ ليس إلا أنا محمد، أنا رؤية، هذه رؤية. نشوف يعني في المستوى العالي كاين هناك بعض الملامح تكون عندك. أنا عندي ملامح بأن فريق مانشستر سيتي سوف يعود بقوة محمد، لأن شوف كي يكون عندك تعداد فاري ويكونوا عندك لاعبين اللي عندهم جودة عالية بقوة. أنت تتحدث على خمس نقاط فارق ومباراة ناقصة، يعني ممكن الفارق يصل الآن إلى ثمان نقاط. حتى لو يعود بقوة فارق ثمان نقاط ليس بالفارق الهين والسهل والضيق. صح صح محمد، لكن البطولة الإنجليزية دائما ما عودتنا دائما ما تكون يعني المفاجآت، ودائما ما يكون تنافس إلى آخر جولة. أنا نتكلم لك هنا يعني من باب يعني كي تجي تشوف الفوز تاع أرسنال، فوز جد مهم، ثلاث نقاط مهمة ضد فريق مانشستر يونايتد اللي هو فريق كبير، وفريق يعني ما راهوش يمر في أحسن فترات تاعو في كرة القدم. فوز جد مهم وفوز يعني جاء في وقته، لان ثلاث نقاط هذه راح تساعد الارتيتا المرتبه اللي يحتلها الان عن جداره او لا عن جداره عن جداره واستحقاق. لكن انا اللي نهضر لك مع مرور الوقت صعب. امين، تتفق معه بان نادي ارسنال غير لن يفوز باللقب هذا الموسم؟ ما قلتش لن يفوز محمد، ما قلت لكش لن يفوز، قلت لك راح يجد صعوبات كبيره مع فريق مانشستر سيتي. لكنك قلت لي بانه انك لا تثق فيها. لا اثق، ليس معناها اني لا يفوز بالدوري، يقدر يفوز بالدوري لكن راح يلقى صعوبات كبيره مع مانشستر سيتي، لان ثراء التعداد اللي عند مانشستر سيتي ما عندوش ارسنال، وشفنا مع كانت هناك اخطاء تقنيه ساذجه لارسنال في تسجيل راشفور الهدف الاول. شفنا كيفاش ضاعت الكره من بوكايو ساكا، اخذها يعني راشفور وين يعني وين تخطى اللاعب الاول سدد سجل الهدف. احمد الله ان ارسنال لا يمتلك انصارا كثر هنا في الجزائر، والا لكانوا انهالوا عليك هذا المساء. لا محمد، لا فريق ارسنال انا كنت تكلمت عليه من قبل وقلت فريق اللي راهو راح يكون بقوه، لكن محمد كاين هناك ملامح يعني عندك نظره لاعب انه ارسنال صعبه جدا عليه. اوديغار عندك، اوديغار عندك، تشاكا عندك، بارتي ما عندكش بدائل تاعهم. اعطيني بدائل، البديل اللي هو لاعب جيد تروسار صفقة جد جميلة. حتى المدافع البولوني اللي جابوه يعاونهم. شوف حسين، أرسنال قل لي هل تتفق مع حسين أولا في هذا الطرح أم لا؟ لا، هذا الوقت هو اللي يبينه لي، ما يقدرش يتفق معي. ممكن يرشح أرسنال؟ لا لا، هذا مجرد رأي تاعي محمد، ومع مرور الوقت ومرور المباريات سيتضح كل شيء. ما تحصلنيش مع ميدو يا شابي. قول لي هل تتفق؟ أنت قلت راح يخسروا أرسنال. صحيح. وأنا قاسي سعيد والأخ اسماعيل قال لأنه مانشستر يونايتد كان عنده سلسلة رائعة من مباريات انتصارات كان قادر. أنا قلت لك محمد مانشستر، اسمح لي ميدو باختصار، ميدو هل تتفق معه أم لا؟ لا لا، أرسنال لا لا, لا. لماذا؟ لأن أرسنال هذا الموسم يختلف كثيرا عن أرسنال الموسم الماضي. أنا أيضا للأمانة في بداية الموسم لم أكن أتوقع أن يواصل أرسنال بمثل هذه القوة ومثل هذه السلسلة لذات السبب الذي ذكره حسين مترف، وهو ضعف دكة بدلاء أرسنال مقارنة بفرق أخرى مثل مانشستر سيتي الذي هو منافسها الأول والمباشر على اللقب. ولكن مع توالي الجولات ومع توالي انتصارات فريق أرسنال على أندية البريمير ليج الكبرى توب 5 والتوب 6،
فاز عليهم تقريبا كلهم سوى مانشستر يونايتد. خسر امام مانشستر 3-1 في الذهاب 3-1. باقي المباريات كلها فاز بها أرسنال. هذه من أهم البوادر التي تؤكد أن أرسنال هو مشروع لقب هذا الموسم، مع مباراة متأخرة أمام سيتي التي ستجرى يوم 15 فبراير المقبل. أعتقد أنها ستكون مباراة مفصلية. لا أعتقد 15 فبراير فيها دوري أبطال أوروبا، يوم 14 يبدأ فيه بي اس جي امام باير. نعم ستلعب في منتصف شهر. المهم مباراه متاخره. ارسنال ما اريد ان اقوله عن ارسنال، اولا ارسنال ارتيتا يعمل منذ 3 سنوات على هذا الفريق. ارتيتا تمكن من بناء فريق بلاعبين ربما غالبيتهم شبان، غالبيتهم 15 فيفري. نعم غالبيتهم اللي كانوا جاب لاعبين ربما باثمان عاليه شويه كيما توماس بارتي، بنا مشروعه قطعه بقطعه. اليوم ارسنال لما نشوفه فيه شويه من مانشستر سيتي، لانه ما تقدرش تخبي انه ارتيتا متاثر شويه بغوارديولا، لانه حتى في حركاته على خط التماس وكانه باب غوارديولا في طريقه لعبه. اللي يشوف ارسنال شوف طريقه لعب السيتي، اللي لما يلعب السيتي تشوف دائما الظاهر الايمن ريكو لويس الشاب، ابعد كونسيلو وابعد كاي والكر يلعب ثلاث مدافعين في الخلف، دائما تشوف لويس يجي مع باش يجيب زياده العدديه مع رودري. في ارسنال دائما نشوفوا زيتشانكو اللي هو دو فورماسيون سي ميليو تيران، وسط ميدان تكوينه لعب وسط ميدان. لما يدخل لما يكون ارسنال في مرحله البناء يبقى بان وايت، يبقى صاليبا رفقه جابرييل. نشوفوا زيتشانكو دائما يروح الخط الوسط مع بارتي، شكل ثنائيه مع بارتي، الشيء اللي يسمح للاعبي الرواق اللي هما مارتيني اللي رفقة ساكا اللي يبقوا على الخط، ويعطي أكثر قوة لأوديغارد اللي يروح في العمق في وجود نيكيتيا اللي عنده طريقة لعب رب تشبه قليلا جابرييل خيسوس، ما هوش قلب هجوم ثابت. مثلا مانشستر يونايتد أمس اعتمد على فيغورست اللي هو لاعب صندوق، لكن في أرسنال لاعبين تقنيين. حتى التغييرات كما قلت تغييرات أرتيتا، دخول لاعبين تومياسو أمس وكأنه أصبح داني ألفاس، قدم شوط ثاني في المستوى وعود بان وايت أفضل تعويض. لذلك أرسنال يلعب عنده فلسفة لعب، عنده طريقة يلعب بها. اليوم كتاب مفتوح لكن لا أحد يستطيع الفوز عليه في انتظار مباراته أمام سيتي. لو يفوز على مانشستر سيتي أعتقد بأن الطريق ممهد، حتى لاعبيه ياخذوا ثقة. لما تشوف تصريح أرتيتا أمس قال لك نحن كل يوم نؤمن أكثر فأكثر بأنه بإمكاننا نيل اللقب. أرتيتا أعتقد بأنه مشروع مدرب مستقبلي في البريمير ليج، راح يقود أرسنال نحو ربما هذه كرة قدم. كل شيء ممكن، ممكن يكون العكس ممكن يكون صح، لكن أرتيتا مرشح في أرسنال ليذهب بالفريق بعيدا. نفس الشيء مع إيريك تين هاغ. إيريك تين هاغ الآن في مانشستر يونايتد يلقى فريق مهلهل، يبني فريق قطعة بقطعة، تنتظروا موسم موسمين وسيكون أعتقد بأن الصراع سيعود مرة أخرى بين أرسنال ومانشستر يونايتد في قادم السنوات بين أرتيتا والسيتي وإيريك تين هاغ. نعم، لكن مشكلة أرسنال في النصف الثاني من الدوري أنه سيكون أمام تنقلات صعبة للغاية، تنقلات إلى ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي، تنقلات إلى ملعب الأنفيلد لمواجهة ليفربول. ليفربول مهلهل قليلا، لكن عنده تاريخ أسود أرسنال في ملعب الأنفيلد خاصة في العشر سنوات الأخيرة، وكذلك في ملعب الاتحاد وحتى في ملعب الجوديسون بارك أين سيواجه إيفرتون الأسبوع القادم. إيفرتون الذي أقال رسميا أمسيت اليوم فرانك لومبارد. نعم، تعرف ميدو بأنه في الأربع تنقلات الأخيرة لأرسنال إلى ملعب الجوديسون بارك لم يفز بأي مباراة. إذن التنقلات الصعبة هي الهاجس الذي سيواجه أرتيتا في النصف الثاني. دعنا نشاهد كيف استفز ابن بيكهام والده. تعلمون جيدا بأن ابن بيكهام يناصر نادي أرسنال عكس والده الذي يلعب لنادي ليفربول. قهقهات مقابل وجه عابس وحزين نم آمين سليب تايت داد سليب يعني نم نوم ارقد مليح ارقد مليح. نعم نوم الهناء.